السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر اللي كنقدمه لكم دائما من إسبانيا. وبطبيعة الحال الموضوع اليوم يختلف عن باقي الجولات اللي كنديرو أو باقي المواضيع اللي كنناقشوها. فموضوع اليوم موضوع جد حساس، وموضوع أيضا يعني أثار زوبعة من الخرجات الإعلامية وفي صفوف المواطنين والمواطنات الإسبان وكل العالم فالسلالة الجديدة التي انتشرت في هولندا وإنجلترا، طبعا الحال يعني مجموعة من الدول يعني أغلقت الحدود ديالها مع بريطانيا حتى إشعار آخر. إذن هذا الفيروس الجديد أو الفيروس القديم اللي فيه شي حاجة اللي زايدة، وأنه كيتميز على كورونا أو كوفيد 19 بواحد الشيء اللي هو السرعة، يعني كينتشر بسرعة. يعني هذا الفيروس هذا كينتشر بسرعة، وهذا الشيء اللي خلى مجموعة من المواطنين والمواطنات أنهم ما يبقاوش يهبطوا الكمامة على نيفهم، لأنه شفنا حتى بعض المواطنين الإسبان هنايا كتقول لك الكمامة ما الكمامة، فشنو تيديروا؟ تيحاولوا يهبطوا الكمامة على النيف ديالهم. فدابا كل شيء كنشوفوا المواطنين اللي كتشوفوا كل شيء داير كمامات، وكل شيء رجع لديك التخوف. فمن بعد ما كان كانت الامور عاديه فانتما كما كتشوفوا كل واحد غادي بوحدو، يعني كل واحد خايف، مجموعه من الناس كبار السن اللي تخوفوا، مجموعه من المواقع وحتى الاعلام الاسباني يعني حذر من هذا الشيء وحذر الناس الكبار على اساس انه هذا الفيروس هذا هو الاكثر فتكا، يعني الاكثر فتكا يعني صعيب على المواطنين والمواطنات. فبطبيعه الحال هذا الشيء ما بقاش فيه اللعب، بزاف الناس اللي قال لك هذا الشيء راه غير هضره وصافي راه غير كذا. لا خوتي، هاد الناس حذي راسها، الناس اللي جايين من هولندا العائلات ديالكم الى غير ذلك فحذوا راسكم. الانسان يبعد، الناس اللي مسافرين من هولندا للمغرب حاولوا انكم تبعدوا على العائلات ديالكم حتى تاكدوا انكم ما فيكم حتى شي حاجه، لان هذا الشيء خطير 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 بزاف. وكنتمنى ان شاء الله، لانه طبعا الحال هذا ماشي بحال كوفيد، يعني العدوى ديالو يعني تقريبا الى حد راسك. فطبعا الحال الانسان يدير الكمامه ديالو كما دايرين هاد الناس هادو، اللي يدير الكمامه ديالو ويحاول انه بالقدر الامكان انه يبعد. خويا بوسليمو حنا كنقولوا ما طبعا الحال ما صرحت به مجموعه من المنظمات ومجموعه من الجهات طبعا الحال المختصه، ونحن بطبيعة الحال كإعلام يعني نحن نحذر المواطنين والمواطنات يعني أنهم يلتزموا بالكمامات الطبية والتباعد الاجتماعي، طبعا الحال التباعد الجسدي، يحاولوا أنهم يبعدوا، لأنه الناس اللي جايين من إنجلترا هولندا بزاف الناس اللي دخلوا المغرب من هاد الدول هادو. فحذاري حذاري لكل المغاربة، حذاري من كل المغاربة أنهم طبعا الحال يرجع هذا الفيروس اللي احنا ما بغيناش. طبعا الحال كنا كنقولوا صافي ان شاء الله هاد نهايه تاع 2020 باللقاح وكلشي غيدوز مزيان ان شاء الله، لكن للاسف الشديد سمعنا اخبار جديده تقول انه هاد السلاله الجديده الاكثر فتكا والاكثر انتشارا. فشنو الراي ديالكم نتوما؟ واش معنا شي ناس هنايا من لندن؟ واش معنا شي ناس هنايا من بريطانيا يقولوا لنا شنو راه واقع عندهم بالضبط؟ طبعا الحال ونقلوا لنا بامانه، لان المغاربه عرفناهم بانهم عايشين تما بزاف، عايشين في الانجليز بزاف المغاربه. فنتمنى الاخوان انكم تقولوا لنا شنو كاين تما وتخبروا المغاربه. فهنا في اسبانيا بطبيعه الحال كل شيء، فالكثير هنا من المغاربه بطبيعه الحال متخوفين انهم يهبطوا البلاد، متخوفون انهم يرجع هذا الفيروس من جديد، ونصدقوا عالقين هنا عاوتاني كذلك. فنتمنى ان شاء الله ان هذا الفيروس تم المحاصره ديالو،
ونكونوا خدينا الدرس من كورونا من كوفيد 19 الاقل بطبيعه الحال كنقولوا اقل ضررا حسب ما قاله هذا الخبراء الى غير ذلك ديال الصحه الى غير ذلك. فالناس اللي معنا من الانجليز هنايا بغينا نسمعوا الصوت ديالكم، بغيناكم نسمعوكم الاخوان. الناس اللي معنا من الانجليز بغينا نسمعوكم هذا المرض الجديد، شنو سمعتوا عليه؟ شنو تيقولوا الوسائل اللي علم تما؟ شنو تيقولوا الناس اهل الاختصاص، الناس ديال الصحه تما شنو تيقولوا؟ فارجوكم ارجوكم الناس الانجليز حاولوا تطمنوا المغاربه وتعطيونا الحقيقه، لانكم نتوما اللي عايشين تما وانتوما اللي راكم عارفين شنو راه واقع تما. في قالت بلجيك عايشين عادي بصح ديما كاين الخوف. طبعا الحال حتى هنا راه كاين الناس عاديين، الناس كتمشى عاديين، ولكن على ملامح ديالهم لان الاعلام الاسباني هنا نتوما راكم عارفين انه الا كان شي حاجه غير صغيره كيرجعها تبارك الله اللي هي كلشي. ف الناس طبعا الحال اللي كيتبعوا الاعلام هنايا فكلشي صبحوا خايفين. مجموعه من الناس المدينه تقريبا بحال صبحت خاويه شويه، يعني مجموعه من الاشياء اللي تغيرات، مجموعه من الاشياء اللي تغيرات. فكنتمنوا الاخوان، كنتمنوا الاخوان كل واحد يكتب لنا اسم المدينه ديالو، كل واحد يكتب لنا اسم المدينه. شوفوا مين كتابعونا حاليا، مين كتابعوا هذا الخبر، وكيف تلقيتوا الخبر، كيفاش تلقيتوا هذا الخبر، هذا واش صدمكم الخبر ولا عادي؟ جاوبونا ارجوكم، جاوبونا هذا الخبر ديال السلاله الجديده نتاع كوفيد واش صدمكم ولا ما صدمكمش. فالناس المانيا اللي عايشين بطبيعه الحال معنا ناس لندن اكيد، فمشكله دابا مشكله، يعني مشكله للمغاربه اللي كانوا باغيين يجيو ويدوزوا راس العام مع الوالدين ديالهم هذه العطله نتاع نهايه السنه كيدوزوها في المغرب. فللاسف الشديد هانتوما كما كتشوفوا باند واحد السلاله جديده، فالسفر غيتمنع من جديد في المملكه المغربيه على علقات الرحلات ديالها بصفه رسميه المملكه المغربيه. هذا الخبر طبعاً الحال اللي كان توصلوا به ان المملكه المغربيه علقت كل رحلاتها مع الانجليز. طبعاً الحال كنتمنى وان شاء الله انه ترجع الطائرات تحلق بين المطار محمد الخامس وهذه الدول طبعاً الحال، لكن ليس في الوقت الراهن. اذا متتبعي قناه شوف تيفي ومتتبعات قناه شوف تيفي، الصدمه كبيره هنا، الصدمه في هذه اللحظات، الصدمه ديال المواطنين والمواطنات. فمن بعد كوفيد فها نحن مع مرض جديد بطبيعه الحال لا يختلف اختلافا كبيرا على كوفيد 19. فنسال الله سبحانه وتعالى السلامه والصحه لكل المواطنين والمواطنات، امين يا رب. اذا متتبعي قناه شو تيفي، مزيد من الحذر، مزيد من الصبر، ومزيد ايضا من الاحتياطات طبعا الحل الوقائيه اللي كتدعو لها الحكومه المغربيه ومختلف حكومات ديال العالم. اذا حذاري ثم حذاري من اسقاط الكمامه على الفم او الانف. فهنا كما كتشوفوا الالتزام كبير ديال هاد المواطنين هادو، التزام كبير ديالهم كما كتشوفوا حاطين الكمامات على الانف وعلى الفم وما مهبطينهاش، ولا عادي حاطينها في الجبهه ديالهم ولا في اليدين ديالهم، لان الامور طبعت الحال ما بغيناهاش تخرج على السيطره في هذا العالم هذا. طبعت الحال للاسف الشديد ما بغيناش ان شاء الله، ما بغيناش ان الامور تخرج على السيطره. فنعود السؤال، نعود السؤال الاخوان، واش صدمكم هذا الخبر؟ واش صدمكم هذا الخبر ديال هذا الفيروس الجديد ولا لا؟ جاوبونا الاخوان في التعاليق، واش صدمكم هذا الخبر الجديد ولا لا؟ وطبعا الحال الناس اللي ما كتبعش الاخبار، ما كتبعش القنوات الى غير ذلك اللي كتصرح بهذا الشيء الى غير ذلك، فغادي يجي لها صعيب هذا الخبر انها تصدقوا. لكن الناس اللي راهم متبعين طبعا الحال هما اللي اكثر تفاعلا، والناس عارفين شنو راه واقع بالضبط. فنسال الله سبحانه وتعالى السلامه لكل المواطنين والمواطنات، خوتنا ديال الجاليه المغربيه في اسبانيا، فرنسا، بلجيك، هولندا،
انجلترا ومجموعه من دول العالم، نتمنى لهم السلامه يا رب. كاسا كاسا قال كيهضروا عليها في ايطاليا، فالعالم كامل تيهضر عليها، العالم كامل تيهضر عليها، لان هذه السلاله الجديده طبعا الحال باش كتميز انها كتنتشر دغيا دغيا بالمواطنين واكثر فتكا، يعني كتقتل الله يستر. انتما شفتوا الضحايا في الموجه الاولى كيفاش اسبانيا عانات اختنقات، كيفاش ايطاليا، كيفاش مجموعه من الدول لقات مشكل، وهي دول كما كنقولوا دول ناميه، دول متقدمه اقتصاديه عانت، وامريكا لا زالت تعاني، ومجموعه من الدول لا زالت تعاني. فالاخوان بارطاجيو الاخوان، كلشي بغيتكم تبارطاجيو باش الناس تعرف والناس تحلي راسها. ارجوكم الاخوان بارطاجيو، راه ما تخسر حتى شي حاجه ولا بارطاجيتي، وشاف خوك ولا اختك شافت هذا الفيديو هذا واستفدت حتى هي ودارت الحضر ديالها ونبهت العائله ديالها، والعائله ديالها كتنبه اخرين عاوتاني، فهكذا كنساهموا في التوعيه. فهاد اللايف الهدف ديالو هو التوعيه وليس المشاهدات ولا شي حاجه. الا استفدوا 10 د الناس وحده وراسهم وزادوا كثروا من الوقايه ان شاء الله، فهذا هو الفائده اللي عندنا حنا في قناه شوف تي في. فارجوكم ارجوكم مزيد من الاحتياطات، مزيد من الاحتياطات. اكيد نجوى ممنوع السفر، ممنوع السفر من البلاد ديالنا المغرب الاخر، ممنوع السفر، يعني ممنوع السفر للاسف الشديد. فمتتبعي قناه شوف تي في نشكركم، نشكركم جزيل الشكر على التتبع ديالكم وعلى الاهتمام ديالكم بهذا البث المباشر اللي بكل صراحه هو صدمه لكل العالم. وغادي نرجعوا له، وغادي نرجعوا له في المساء نهضروا عليه باش نزيدوا عاد نوعيوا الناس، نزيدوا نعرفوا الناس واش في اخبارهم هذا الشيء ولا ما في اخبارهمش. فكلشي بارطاجي الاخوان، كلشي بارطاجي، كلشي بارطاجي، ارجوكم لنحذروا الناس من هذا الشيء هذا.